لتحديد التوجه هأذكر بين مسألة تأريخ حضرتك للنهوض المصري الحديث، زي ما أشرت أنا بيبدو كما لو كان تأريخا للفكرة الديمقراطية ذاته، بيبدو كما لو كنت حضرتك بتركز باستمرار أو بتبدأ بالتأريخ لحركة النزوع نحو الاستقلال عن الدولة العلية أو العثمانية، ثم بتتابع هذه الفكرة على امتداد كتاباتك بما يوضح بلورة أو تميز هذا الدور المصري وقيام الوطن المصري الحديث، صدى أو انعكاس ذلك كله في أعمال المفكرين المصريين، بيصبح العمل في جملته زي ما أوضحت أنا دلوقتي كما لو كان تأريخا للفكرة الديمقراطية منعكسة في آراء المفكرين وفي اجتهاداتهم وفي منجزهم وعمله، مش في السياسة فقط، وده أمر حضرتك يمكن الكلام اللي كنت بتقوله دلوقتي بيؤكد أنه ليس في السياسة فقط، وإنما كيف صاغ المصريون المحدثون إن صح التوصيف ده النضال، كيف صاغوا النضال الديمقراطي للشعب المصري. ده يمكن التوجه اللي أنا عايز، إذا كانت قد وجدت صياغات على هذا النحو فيمكن يعني عايز بقى ننتقل انتقالة مباشرة بعد يعني أن نستصفي جملة هذه الرؤية إلى قضية بعينها، يمكن هي قضية اللي حضرتك مررت عليها كثيرا في حواراتنا السابقة، هي قضية الحزبية والشمولية، يعني ده حضرتك بتعرض لها باستمرار. في الواقع أنت برضو هنا على حق من ناحية إيه؟ أنا بعتبر تاريخ مصر الحديثة بمقترن بما يمكن أن نسميه بناء الدولة الحديثة،